القانون وإن بالمقالع والكسرات، لأنه نحن بنعرف كمان إنه الكورة الجميلة اتغيرت معالمها بفضل المقالع والكسرات الغير شرعية. لذلك بل الحق المطلق بديمومة العمل، في كمان الحق المطلق بالبيئة النظيفة والبيئة الجميلة الخالية من التدمير وضمن المعايير المعتمدة عالميا. مش مقبول اليوم كمان يكون في مقالع وكسرات غير شرعية غير خاضعة للقانون، إن بالكورة أو ببقية المناطق اللبنانية، لأنه اللي عم نشوفه هو تدمير ممنهج للبيئة. لذلك بال دعوتنا لاستمرارية العمل والحفاظ على ديمومة العمل لهالعمال اللي هن عم يعتاشوا، كمان بهمنا إنه يكون في بيئة نظيفة، لأنه المواد المسرطنة كمان عم تضر، وما يتصاعد من غبار من المقالع تقود مضاجع الناس. لذلك منقول إنه الدولة هي الراعية لكل هالعمل، مفترض الدولة هي تشرف على المعامل لإنتاج معامل ضمن المعايير البيئية، وتشرف كمان على المقالع والكسرات. نحن ملجأنا الأول والأخير هي الدولة، فلتتصرف الدولة بتطبيق القوانين، تطبيق القوانين بتحافظ على ديمومة العمل. ويعطيكم ألف